فضيلة الشيخ، يقول السائل: أمتلك مبلغا من المال يكفيني ويكفي عائلتي، ولكن هذا المال هو معظم ما أملك، وتوجد قوافل لأهل الخير للمشاركة في الحج، فهل يجوز لي أن أحج معهم، علما بأن حجي نفلا وحج أهلي وحجة أهلي فريضة؟ لا مانع أنك تحج مع القافلة أو مع الحملة، لا مانع من ذلك. وإذا كان حجك مع الحاملة أو مع القافلة أخفض للتكاليف فلا مانع من ذلك، لأن هذا من التيسير الحمد لله. حج مع الحاملة أو مع القافلة كما سميتها، ما فيه مانع. نعم، إذا كان هذا أرفق بك وأيسر لك ولأهلك فلا مانع منه، التيسير مطلوب، التسهيل مطلوب. نعم.